والله غير ملحك متراوح الحالة اللي فيها فيها كان البحر ما تخدم فيها حد شيء، والبحر في صيفك أو قد الصيف في شتي ما فيش حوت ما فيش صور، وكاو قوموا صبيان نعطوا القهوة بخليف القهوة معنا وين نمشي في غير ملحك وذيك هي حياتنا. وكاو والله نهار يتعدى نقوم صباح قهوة كان لقيت مشيت خدمة عديت من الخدمة ما لقيتش أنا قاعد قهوة دار محواس هذاك هو أحلى بدا ليا معناش خدمة طالع شباب ضايع العنا المعامل معناش شباب ديما تشوف فيه فخاوي وطحنا حيوت بلوح فماش خدمة فماش عملونا حل حلونا كي معامل عملونا حاجات هكا اللي الشباب ينجم يكونوا ويخدموا ويعملوا يعني مستقبله وما انا هاك شوفي انا بطل نقوم صباح نمشي قهوه نقعد
كان صافت واحد جي يحب على الخدام نمشي معه بده يجي زاد والله ماشي انا قاعدي باعي عماد انا خديت الماتريس نتاعي ما قعدتش بطلت كيما العباد مشيت عطيتهم جيش الحقيقه ما تجربه باهيه برشا ننصح الحكايه هذيا للناس الكل الشباب اللي ما عندهمش معايا انا برد شو نقول لك توا حاليا ما تنشرش على طلعت بشغل كيما تعرفوا ما تريتم ممتشتي قاوي نضلع مع الولاد شوية كونيكسيون فيسبوك هكاك عايشين عنا قديش انا واحد من الناس كل يوم نقوم نرقد على الريتم هذاك هو بطالة وربي يرتب فينا حاب نوصل صوتي على اساس اني انا نخدم نحب نحسن من العيشه نتاعي ونعيشه بلادنا اللي هي غير ملح بما انه العيشه هنيه صعيبه ياسر والبحر فهمني العيشه فيه صعيبه ياسر وديما ميزره وربي يفرج وكا هو الدنيا هذه صعبت ياسر وقت جينا صعيب فيه والدنيا غاليه ياسر وبرشلونة تعمل مزية تعمل لنا حل في بلادنا هونية وتحلوا لنا مشكلة البحر هربنا 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 هربنا